الاهلي، تعالوا نشوف انفجارات دلوقتي عن مشوار الاهلي في كاس مصر، ونرجع لحد المباراه النهائيه ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى. زي ما حضراتكم شفتوا، دي كلها انتصارات الاهلي على الزمالك في كاس مصر. الاهلي توج بلقب كاس مصر 38 مره، وهو الرقم القياسي. يعني كعاده الاهلي هو البطل التاريخي لكاس مصر، وهو البطل التاريخي لكل البطولات اللي بيشارك فيها تقريبا. لكن ايه هي حكايه اول نهائي لكاس مصر جمع بين الاهلي والزمالك؟ الحقيقه ان ده كان سنه 1928. الاهلي وصل للمباراه النهائيه لكاس مصر، وكان المنافس هو نادي الزمالك. وقتها كان قائد فريق الاهلي، قائد تاريخي طبعا الاسطوره مختار التتش، وفي الزمالك كان محمد لطيف، وبرضه هو اسطوره من اساطير الكره القدم المصريه. يعني تفوق الاهلي وكسب اول ديربي في نهائي كاس مصر على الاطلاق سنه 1928. الاهلي فاز باول ديربي في نهائي كاس مصر على حساب الزمالك سنه 1928، كان الهدف لممدوح مختار صقر. لكن هو الاهلي كسب كاس مصر بعد فوز على الزمالك كم مره؟ لما نرجع للتاريخ هتلاقي الاهلي متفوق في نهائيات كاس مصر على نادي الزمالك في 9 مرات سابقه، وكان في مرتين كان اللقب مناصفه بين الاهلي والزمالك. يعني كان ساعتها ده النظام، لو اتعادلوا يتناصف البطوله بينهم. في نهائي كاس مصر 9 مرات زي ما قلت لحضراتكم، بدات سنه 1928 واخرها كانت المباراه الاجمل والاشهر في تاريخ مباريات القمه 4-3 طبعا تحت قياده البرتغالي مانويل جوزيه، واللي الاهلي حسمها بهدفين طبعا للبديل ساعتها كابتن اسامه حسني زميلنا هنا في قناه النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي طبعا. ده كان في الوقت القاتل ساعتها. يعني مباراه من اجمل المباريات كلها. انا فاكرينها طبعا 4-2 كانت 4-3 عفوا، كانت مباراه رائعه لحد الوقت الاضافي اي فرقه ممكن تفوز. فتقريبا دي كانت المباراه الاهم في كاس مصر، في نهائيات كاس مصر.